نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله الله رحمة للعالمين، فشرح به الصدور وأنار به العقول وفتح به أعيناً عمياً وآذاناً صماً وقلوباً غلفاء، صلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد، أيها المؤمنون، فإن ربكم الجليل يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. إن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور المحدثات البدائع، وكل ضلالة في النار. أجارني الله وإياكم ووالدينا والمسلمين أجمعين من النار. ثم إن اليوم يوم عظيم، ثم إن الموقف موقف عظيم، ألا وهو موقف الحج الأكبر، ألا وهو يوم عرفة، ألا وهو يوم إقالة العثرات وإجابة الدعوات وسكب العبرات. هذا اليوم الوحيد من السنة الذي يتنزل الله عز وجل فيه بجلاله وكمال قدسه تنزلاً يليق بجلاله، ينزل إلى السماء الدنيا إلى الحجاج، وقد تخلوا عن الأهل والمال، وقد تركوا الدور والقصور، قد تخلوا عن كل شيء، كل واحد منهم والقاسم المشترك بينهم الافتقار واللجوء إلى الله عز وجل. ينزل الله عز وجل إليهم فيقول لملائكته: انظروا لعبادي هؤلاء جاءوني شعثا غبرا، أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. كم من عين دامعة في هذا اليوم أذهب الله دمعتها بالمغفرة وشفى الهم ورفع الغم سبحانه وتعالى. يتنزل تنزلا يليق بجلاله. وقد قال بعض الذين وقفوا على صعيد عرفة عندما رأى الجموع باكية ضارعة باسم الله جعارها: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. والله لو لم يكن في الحج إلا حضور تنزل الله لكان هذا كافيا من الحج. والله لو لم يجد الحجاج إلا هذا الوسام العظيم، وهو وسام المغفرة، أنه يغفر للجميع في هذا الموسم وفي هذا اليوم. ينادى على جموع غفيرة من المسلمين: حجك مبرور، وسعيك مشكور، وذنبك مغفور. فينزل من على صعيد عرفة وقد أحس بخفة على ظهره، وقد أحس أن الذنوب نزعت من على ظهره. ولكن لكرم الله عز وجل لم يختص الله عز وجل هذا الجمع بهذا الخير فقط، وإنما جعله للأمة جمعاء، أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فما رؤي الشيطان في يوم أخزى ولا أدحر ولا أذل منه في هذا اليوم، من كثرة ما يغفر الله عز وجل لعباده. إنه تنزل شامل ورحمة واسعة، وكيف لا والله المتنزل يقول: ورحمتي وسعت كل شيء، ورحمتي وسعت كل شيء. في هذا اليوم يطيب للمؤمن أن ينادي: يا ربي أنا شيء فالتسعني رحماتك، أنا شيء فالتسعني رحماتك. في هذا اليوم يقف كل مؤمن مع الحجاج مستشعرا لتنزل الله عز وجل، فيقف ضارعا باسم الله عز وجل. وقد نظر بعضهم إلى الحجاج ما يقارب 4 ملايين من البشر، فقال لأخيه: هل تظن هذا الجمع إذا جاء لملك من ملوك الدنيا يرده إذا جاء يريد درهما؟ فقال: والله لن يرده. فقال: والله إن الرحمة والمغفرة أهون عند الله عز وجل من الدرهم على ذلك الرجل. ثم اليوم يوم المباهات، يوم يباهي الله عز وجل بعباده ملائكته، يفاخر الله عز وجل بهؤلاء العباد ملائكة السماء الذين طافوا بالبيت المعمور، الملائكة
أطت السماء بسجودهم وما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته لله. كل تلك الجموع من المسبحين الصافين وإنا لنحن المسبحون الصافون، كل هذه الجموع يباهي الله عز وجل بأهل الأرض، يباهي بهم ملائكته فيغفر لهذا الجمع اليوم. فنسأل الله تعالى أن يشملنا وإياكم برحمته. ثم اليوم يوم إكمال الدين، يوم إكمال الرسالة، اليوم ذكرى لا يمكن أبداً أن تمر عابرة، ذكرى لا يمكن أبداً أن تمر إلا وللمسلمين لا يتذكرونها، إلا ويتذكرها المسلمون، يتذكر أنه العيد الأسمى وأنه الحج الأكبر. هذا اليوم نزل فيه على محمد صلى الله عليه وسلم قول الله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا اليوم يوم أتم الله الدين وأكمل الرسالة، يوم حقق المسار لمحمد صلى الله عليه وسلم. هذا اليوم يوم عدم الزيادة في دين الله، يوم عدم البدعة في دين الله، يوم أنرست سفينة الإسلام فبزغت للناس، فرآها الناس يرونها على الآفاق مضيئة كما قال محمد صلى الله عليه وسلم: كالمحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ثم اليوم يوم تذكر الأنبياء، يوم تذكر الحجيج الأول، ولنا أسوة في حبيبنا الأعظم ونبينا الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم حينما حج حجته الأخيرة فأحرم بثياب لا تساوي أربعة دراهم وقال: اللهم حجا لا رياء فيه ولا سمعة، اللهم حجا لا رياء فيه ولا سمعة، لبيك اللهم لبيك، كأني أنظر إليه وهو ينحدر إلى تلك الأودية الطاهرة المقدسة إذ وطئتها أقدام محمد صلى الله عليه وسلم في موكب يزيد على 120,000 من الصحب الكرام، من المؤمنين الصادقين، من القانتين الخاشعين، فيهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. هنا ذهبت الجموع مع محمد صلى الله عليه وسلم، فعندما مر بوادي يسمى وادي الأزرق قال: ما هذا؟ قالوا: وادي الأزرق. قال: كأني أنظر إلى نبي الله موسى وله جؤار بالتلبية والتكبير، إنه مشهد الاسترقاق بين يدي الله عز وجل. في هذا اليوم كل العباد أرقاء بين يدي الله، وما أجمل الرقة بين يدي الله عز وجل. في هذا اليوم ينشد الناس: أأذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك، إن شيمتك الحياء إذا أثنى عليك المرء يوماً كفاه من تعرضه الثناء. ثم يمر محمد صلى الله عليه وسلم في حجته المباركة بثنية فيقول: ما هذه؟ فيقولون: هذه الثنية الفلانية. فيقول: كأني أنظر إلى أخي يونس بن متى نبي الله وهو على ناقة حمراء له جعدة خطامها ليف وله جؤار بالتلبية والتكبير. كل الذين سبقوك إلى الله أحدثوا في هذه الأرض بصمات من الذكر والتسبيح والإجلال لله، أما نحن فالله المستعان. أمرنا فلم نأتمر، ودعينا فلم نستجب، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. ثم اجتمعت الجموع أمام محمد صلى الله عليه وسلم على صعيد عرفة، ورأى الناس ما يقارب 100,000 وزيادة يدفعون عليه عنه، كل واحد منهم يشتاق لمحمد صلى الله عليه وسلم، كل واحد منهم يقول: اتركوا بين نبيي، اتركوا بيني وبين نبيي، كل واحد منهم وله الحق يقول: اتركوني يقبل كف محمد صلى الله عليه وسلم، كل واحد منهم يريد أن يقترب من نبيه ورسوله. لا أحد منهم أبدا يؤثر واحدا على الآخر يؤثره بمحمد صلى الله عليه وسلم، ولو كان غير رسول الله آثره، ولكنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا محمد بن عبد الله، أمامه هذه الجموع، وقد خرج قبل سنوات من خوخة في دار أبي بكر مطاردا والدنيا جميعا تحاربه وتقاتله، ورجع اليوم وكل الدنيا تدين بدينه وتنهج نهجه وتسير على منهاجه صلى الله عليه وسلم. لما رأى ذلك الموقف تذكر أنه من الله، وتذكر أنها استجابات الله، وتذكر أنه نصر الله. وجدير بالمؤمن في هذه الأوقات أن يعترف لله بالجميل وأن يعترف لله بالعظيم سبحانه وتعالى. فلما رأى الجمعة تدفع بين يديه قال: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. إذن فمع هذه الخطبة المباركة نواصل معها في خطبتنا الثانية
عن هذه الخطبة وعن أحداثها العظيمة وعما أسسه محمد صلى الله عليه وسلم في نفوس الأمة وفي نفوس الناشئة والأجيال اللاحقة وعن البشرية كلها، عن حقوق الإنسان وعن هذا الميراث العظيم الذي تركه محمد صلى الله عليه وسلم في مثل هذا اليوم نتحدث إن شاء الله. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وتاب علي وعليكم إنه هو التواب الرحيم. إن الحمد لله أحمده على نعمه وأشكره على آلائه وأستزيده لي ولكم ولآبائنا من فضله وإنعامه، وأسأله تعالى مردًا غير مخزٍ ولا فاضح وأن يختم لنا بالحسنى. تجهت الجموع أمام محمد صلى الله عليه وسلم بعد أن صلى بهم الظهر والعصر جمعًا، ويا هناءة الجموع التي تركع بركوع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتسجد بسجود محمد بن عبد الله، وتسمع أذان بلال فتستجيب متوضئة وخاشعة، والإمام الأكبر هو محمد صلى الله عليه وسلم. ألا إن الأئمة اليوم يكونون مأمومين حينما يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الإمام. ثم صفت الجموع الخاشعة الهادرة التي تجأر بالتلبية والتكبير. خطب فيهم محمد صلى الله عليه وسلم واستفتح الخطبة بآلام موجعة وبأوجاع نازفة، فقال: أيها الناس اسمعوا عني واعقلوا فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. أيها الناس اسمعوا واعقلوا فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. ماذا لو كنت حاضرا وسمعت محمدا صلى الله عليه وسلم يقول: لعلكم لن تلقوني بعد هذا العام، لعلكم لن تحضروا لي خطبة الحج بعد هذا العام، لعلكم لن تنظروا إلي في مثل هذا الموقف في مثل هذا العام. إن الجمعة هناك تصدعت قلوبها وتشققت أرواحها حينما سمعت كلمة تؤذن بالوداع، وكلمة تؤذن بالتوديع، وكلمة تؤذن بالرفيق لعلى لعلي لا ألقاكم بعد عامهم هذا. إذن فاستحضرت الأذهان أن الخطبة مجلجلة وأن الكلام له دور عظيم في النفوس، إذ هذه الخطبة قد تكون هي الأخيرة. ثم قال: أيها الناس إن دماءكم، وهنا أسس لحقوق الإنسان هناك في السنة العاشرة من الهجرة للنبوة، هناك في يومها التاسع، هناك في يوم عرفة أسس لحقوق الإنسان، أسس للحقوق العظيمة التي جاء الله عز وجل بها، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. ثم لما أرسى هذه الحقوق قال: ألا إن كل ربا موضوع، وإن ربا ألا إن كل ربا في الجاهلية موضوع، وإن أول ربا أضعه ربا عمي العباس، ألا وإن كل دماء الجاهلية موضوعة أضعها تحت أقدام هذه، وإن أول دم أبدأ به دماء أقاربي من بني الحارث بن عبد المطلب. ثم وضع الدماء القريبة منه ووضع الربا الذي كان يمارسه الأقربون منه، إذاناً بأنه طبق هذا في نفسه، إذاناً بأنه امتثل هذا في نفسه صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر وهو العظيم صلى الله عليه وسلم، ذكر وهو المبجل المقرب من الله بحقوق الضعفاء، فما أنسته هذه الجموع عنهم وما أنسته حقوق الأرقاء، فقال: أرقاءكم أرقاءكم، ضعفاءكم ضعفاءكم، وذكر بحقوق النساء في هذا اليوم. ثم ذكر بحقوق النساء فقال: إنكم أخذتموهن بشرط الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، فذكر بهذا الحق العظيم، ذكر بهذه الحقوق العظيمة. ثم عرج على الإخاء فذكر بحق المسلم على المسلم، بحقه عليه وبحق الأخوة، وذكر بأن المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يشتمه ولا يحقره، التقوى هاهنا. ثم لما كلم هذه الجموع: ويا ليتني من رجال حموه يوم الجهاد، وليتني من أناس رأوه والله هادي، من القوم الذين لبست فيهم ونحن مع النبي مجاهدين، شعارا أحمرا لما استجابوا بأحمر مثله مستشعرين، فهمت بمن رأيت ورب رؤيا تعادل رؤية المستيقظين، كأن وجه رسول الله بينهم بدر
تناثر منه الدر وانحدر، طه محبته شرع وطاعته ودي، وطاء وشانئه في الناس قد بترا. لما استكمل أنفاسه ولما علم أنه بلغ الرسالة، قال: أيها الناس، إنكم مسؤولون عني غدا، فماذا أنتم قائلون؟ فعندئذ صاح المؤمنون: نشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله. فرفع الحبيب بصره إلى السماء، ورفع سبابته وما أجملها من سبابة إلى السماء، وقال: اللهم فاشهد، اللهم هل بلغت، اللهم فاشهد. والمسلمون يرددون: نعم، بلغت الرسالة وأديت الأمانة. وعندئذ لا تسأل عن البكاء والدعاء، لا تسأل عن الضراعة والرجاء، لا تسأل عن سكينة حلت بذلك اليوم. إنه يوم عرفة، حين يخطب رسول الله ويتنزل الله، ويكون الحاضرون من أمثال أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. هذا يوم له ما بعده، إنه يوم عيد المسلمين، يوم يعرف المسلمون فيه الله. وإن أعظم درس، إن أعظم رسالة ينبغي أن يقبسها المسلم من هذا، من شعاع الهدي النبوي، أن يعرف الله، وأن تكون عرفة له موسم المعرفة، وموسم التوبة، وموسم الصدق، وموسم الإقبال على الله عز وجل. ونحن وإن لم نشره بمحمد صلى الله عليه وسلم رؤية، ولم نشره به لقاء، فوالله إنا نقول ما قاله الآباء والأجداد: إنا نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده صلى الله عليه وسلم. أيها المؤمنون، في مثل هذا اليوم وفي بقية هذه العشية، كونوا مع أنفسكم، كل منكم يخلو بربه، كل منكم يخلو بربه الخلاق الرزاق، فيذكر له ذنوبه ويذكر له تجاسره، فيقول: يا ربي، أنا الذي تجاسرت لكنك سترت، أنا الذي أخطأت لكنك غفرت، أنا الذي جئتك اليوم أحمل ذنوب السنوات، ولكني أرجو منك مغفرة الذنوب. إلهي، عبدك العاصي أتاك مقرا بالذنوب وقد دعاك، فإن تغفر فأنت لذاك أهل، وإن تردد فمن نرجو سواك. فاليوم يوم ثناء ودعاء، ليس يوم قراءة للقرآن ولا يوم ذهاب للأرحام، إنه يوم اعتكاف القلب على الرحمن سبحانه، يوم الثناء والدعاء. ولذلك عندما جاء بعضهم إلى محمد صلى الله عليه وسلم فقال: هذا ثناء لا دعاء، خير ما قلت أنا والنبيون: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، رددها بالآلاف. قال: هذا ثناء لا دعاء. قال: وقد حفظ أبيات الشاعر أمية: أما سمعت قول الشاعر: أذكر حاجتي، أم قد كفاني حياؤك، إن نشيمتك الحياء، ويستوقفك من ربك. قول محمد صلى الله عليه وسلم: إن ربكم حي كريم، حي كريم، يستحي إذا مد العبد يديه إليه أن يردهما صفرا. اللهم إنا نحمدك ونشكرك ونثني عليك، ونسألك بأسمائك الحسنى في مثل هذا اليوم وقد تنزلت تنزلا يليق بجلالك، أن تغفر لهذه الجموع من المسلمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم بيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود أخرى. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم إن الأمور مرجعها إليك فلا تفضحنا بين يديك، اللهم إن الأمور مرجعها إليك فلا تفضحنا بين يديك. اللهم بلغ النبي صلى الله عليه وسلم سلامنا وأشواقنا وحبنا، وارزقنا رؤيته في المنام. إلهنا، لم نلتقي به في هذه الدنيا، فلا تحرمنا شربة هنية بيده لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم ارزقنا مرافقته في أعلى عليين. اللهم هذه الجموع التقت على محبتك، فلا تخرج أحدا منها من هذا المسجد إلا وقد غفرت ذنوبه وسترت عيوبه وقضيت حوائجه. اللهم إنا نسألك أن تعطينا أجور الحجاج المعتمرين. اللهم أعطنا أجور الحجاج الآن الواقفين بصعيد عرفات. إلهنا، كلنا عبادك، إلهنا كلنا فقراء بين يديك، إلهنا ليس أحد من عبادك أقرب إليك. إلهنا وسيدنا ومولانا، قلت: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. اللهم إنا نشكرك ونؤمن بك، فنسألك أن تغفر لنا وأن تحل علينا في مجلسنا هذا رضوانك الأكبر الذي لا سخط بعده. إلهي، وآباءنا وأمهاتنا وأبناءنا وأزواجنا وذرياتنا، فاغفر لهم وارحمهم يا رب العالمين. اللهم إنا شيء فلتسعنا رحمتك يا رب العالمين. إلهنا، أتتركنا للشيطان؟ أتتركنا فريسة للمعاصي يا آخذا بالنواصي؟ أدرك غريق المعاصي فاغفر لنا. نسألك أن تعظم حظنا من هذه العشية يا رب العالمين. اللهم اقبل من الحجاج حجهم ومن المعتمرين عمرتهم يا رب العالمين. اللهم واهد شباب المسلمين وبنات المسلمين يا رب، ردنا إليك مردا جميلا. اللهم أعد الإسلام
إلى عزته وتمكينه يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تحقن دماء المسلمين. إلهي وسيدي ومولاي، هذا دعاؤنا ومنك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه شكراً حقيقياً يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. يغفر الله لنا ولكم.